أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا علمت شيئا فاعمل به، وإلا فإنه يكون حجة عليك إن بقي، وإلا فهو على سبيل الزوال. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن الله أوجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن. ما هي؟ في سورة العصر. المسائل هذه في سورة العصر التي يحفظها كل واحد منكم، يحفظها الكبير والصغير، البدوي والحضري يحفظون سورة العصر. فيها أربع هذه المسائل التي إذا تحققت السعادة، وإذا فقدت أو فقد شيء منها ضاعت السعادة وخسر الإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، كل إنسان من الملوك والتجار والعلماء والذكور والإناث والأحرار والعبيد، كل إنسان فهو خاسر، إلا من اتصف بأربع مسائل تنبهوا لها: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هذه المسألة الأولى، الإيمان. والإيمان لا يتحقق إلا بالعلم، الإيمان لا يتحقق إلا بالعلم وبتعلم العلم. إلا الذين آمنوا، هذه واحدة. المسألة الثانية: وعملوا الصالحات. ما يكفي العلم، لابد من العمل. عملوا الصالحات، ما قال عملوا فقط، نقول الصالحات، لابد أن يكون العمل صالحا، لأن أكثر الأعمال فاسدة إذا لم تكن على كتاب الله وسنة رسوله فهي فاسدة، تعب بلا فائدة. آمنوا وعملوا الصالحات، ما يكفي أنهم آمنوا وعملوا الصالحات، بل لا بد أن يتواصوا بالحق، لا بد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لا بد أن يعلموا الناس العلم النافع. هذا من التواصي بالحق. ما يكفي أنك تصلح في نفسك وتترك الناس بدون أن تعلمهم وأن تبلغهم وأن تنذرهم، لابد أن تصلح في نفسك ثم تسعى في إصلاح غيرك. تواصوا بالحق. المسألة الرابعة: تواصوا بالصبر، لأن هذه المسائل الإيمان والعمل والتواصي بالحق لابد فيها من المشقة، ولا بد أن ينالك من الناس ما ينالك من الأذى، فعليك بالصبر، عليك بالصبر. والصبر معناه حبس النفس عن الجزع وحبس النفس عن الكسل، لأن بعض الناس مثلا ينشط في تعليم العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم إذا تعرض لأي مشقة أو لأي اعتراض أو لأي مجادل بالباطل قال: والله من ملزوم، أنا ما علي إلا من نفسي، وترك. لازم من الصبر، تصبر على: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لابد من الصبر على التعب، على لوم الناس، على العراقيل، على ملل النفس، لابد من الصبر والتحمل. ويقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. شوف، منزلة الرأس من الجسد. الجسد لو هم تعافي ولو
امتكام بالضخامة إذا أزيل رأسه هل يبقى حياة في هذا البدن؟ لا، يفنى. كذلك الدين الذي ليس معه صبر لا يثبت، يزول يذهب. وجدنا أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. ألا فلا دين لمن لا صبر له؟ لا بد من الصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحياة الدنيا قليلة، قل متاع الدنيا قليل، اصبر وما صبرك إلا بالله. الدنيا متاع قليل، تصبر قليلا ثم تفوز فوزا دائما وأبدا. وإذا لم تصبر خسرت الدنيا والآخرة. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى، والثبات على السنة وترك البدع والمحدثات. فإن العمل لا يكون صالحاً إلا إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله، هذا الشرط الأول وهو الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، بإحسان يعني بإتقان، ما هو دعوة فقط، أنا سلفي، أنا من على مذهب السلف، وإذا سألت عما مذهب السلف ما هو، والله ما أدري، لكن أنا سلفي. نقول إذا ما أنت بسلفي، ما تعرف مذهب السلف، ما أنت بسلفي، كيف تكون مع السلف وأنت ما تعرف مذهبهم؟ والذين اتبعوهم بإحسان، إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه حتى تتمسك به وتسير عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.